بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، دعوني أستكمل معكم عجائب وغرائب وإعجاز هذه السورة العظيمة، سورة مريم، لتكون دليلا يستيقن من خلالها أهل الكتاب أن هذا القرآن هو كلام الله الحق تبارك وتعالى، لأن الله تعالى أنزل العدد 19، قال عز وجل: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، أي عددهم، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. إذن هذا العدد هو وسيلة لزيادة اليقين لدى أهل الكتاب، لمنع الارتياب لديهم والشك وإزالة الشك وزيادة إيمان المؤمنين. من رحمة الله تعالى أنه خاطبهم بالعدد 19، ثم جعل سورة مريم فيها إعجاز كامل يقوم على العدد 19، بدءا برقم هذه السورة، رقمها 19، عدد كلماتها مضاعفات 19، عدد حروفها طبعا وفق ضوابط البحث التي تحدثنا عنها في حلقات سابقة، نرجو يعني مشاهدتها لأننا سنبني الآن عليها. أيضا الكلمات مضاعفات 19، الحروف مضاعفات 19، كاف هاء عين صاد مضاعفات 19، وحتى قصة مريم 19 آية في سورة مريم، وعدد الآيات حتى من أول آية ذكر فيها اسم مريم: واذكر في الكتاب مريم، إلى آخر القرآن أيضا مضاعفات 19 مرتين، حتى توزع نهايات الآيات التي فيها انتهت بياء: زكريا، رضية، شقية، صبية، إلى آخره. هذه الآيات التي انتهت بياء كان عدد كلماتها 19 في 19 في 2، والآيات التي لم تنتهي بياء انتهت بنون، بميم، بكذا، عدد كلماتها 19 في 19. يعني انظروا إلى هذه الدقة المذهلة وهذا الإعجاز المبهر حقيقة، كله يقوم على العدد 19. أرجو مشاهدة الحلقات السابقة. اليوم أيها الأحبة سأدرس معكم توزع الحروف في الآيات التي ذكرت اسم مريم، كيف جاءت هذه الحروف وبخاصة الحروف الهجائية. يعني اليوم أيها الأحبة أنت تستطيع أن تؤلف جملة من 20 حرف، 30 حرف، 40 حرف، أما أن أطلب منك أن تؤلف جملة وتستخدم حروفا محددة من اللغة العربية، هذا أمر صعب جدا. سنبحث عن الآيات التي ذكر فيها اسم مريم، يعني التي تحدثت عن مريم بالذات، ليس عيسى ابن مريم. دعوني أبحث عن اسم مريم في القرآن. أنا أكتب هنا مريم وأضغط على زر البحث هنا أيها الأحبة. أعطاني طبعا 34 مرة ورد ذكر اسم مريم في 31 آية في 12 سورة، عدد السور 12. طبعا أيها الأحبة، أول آية ذكر فيها عيسى ابن مريم. الآية الثانية، دعوني يعني أكبر هذا المربع قليلا، أيضا عيسى ابن مريم. هنا: وإني سميتها مريم. إذن سنستثني الآيتين السابقتين ونبدأ بهذه الآية. أول آية في القرآن تتحدث عن السيدة مريم هي هذه الآية في سورة آل عمران، الآية 36: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها ماذا؟ مريم. رقم سورة مريم كم أيها الأحبة؟ 19. انظروا إلى هذا يعني التوافق المذهل الذي بالفعل تخشع له القلوب. أنا الآن سأقوم بعملية بسيطة، سأحدد هذه الكلمات ما قبل مريم،
يعني سأقوم بتحديد هذه الكلمات هكذا ما قبل اسم مريم. يعني الله تعالى بدأ هذه الآية وضع قبلها كم كلمة ثم وضع مريم. انظروا هنا عدد الكلمات المحددة كم؟ 19 كلمة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الواو كلمة. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. إذن الله تعالى عندما أنزل أو وضع أول آية في القرآن ذكر فيها اسم مريم، طبعا هناك آيات ذكرت قلنا عيسى ابن مريم، أول آية تتحدث عن مريم بالذات سبقها ب19 كلمة. تمام أيها الأحبة، سبقت ب19 كلمة. الآن قد يقول قائل هذه مصادفة، سأنتقل معكم إلى آخر آية في القرآن تحدثت عن مريم. ما هي آخر آية؟ دعونا نذهب إلى آخر آية في القرآن. طبعا أنا كبست زر إند يعني النهاية، أعطاني آخر آية في القرآن. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذن أول آية سأضغط زر هوم البداية. قلنا فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها مريم. قبلها كم كلمة؟ 19 كلمة. عدد كلمات الآية التي سبقت اسم مريم 19. طيب آخر مرة ذكر اسم مريم أين؟ ذكر في هذه الآية في سورة التحريم الآية رقم 12، والعدد 12 هو عدد السور التي ذكر فيها اسم مريم. مهم، انظروا أيها الأحبة، سنحدد الآيات الكلمات التي جاءت بعد اسم مريم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. يعني الله عز وجل ذكر اسم مريم في القرآن أول مرة ذكر فيها اسم مريم سبقه 19 كلمة. آخر مرة ذكر اسم مريم تلاه 19 كلمة، ورقم سورة مريم 19. يعني هل استوعبتم يعني هذا النوع من الهندسة، هندسة بناء الكلمات والحروف؟ يعني ثم أيها الأحبة، يعني أنا لدي هنا شيء غريب أيضا، ملاحظة غريبة جدا، أن هذه الكلمات 19 بعد اسم مريم كم حرفا أبجديا؟ 19. عندي النون 11 مرة، الألف 9 مرات، التاء 8 مرات، الراء 4 مرات. طبعا في هذا النص أنا أتحدث هنا في النص المحدد هنا الفاء 4، الميم 4، الراء 4، وهكذا لدي 19 حرف أبجدي تتألف هذه الكلمات 19 من 19 حرف من حروف اللغة. هل رأيتم يعني هذه الدقة وهذا الإعجاز المذهل أيها الأحبة؟ طبعا أي إنسان يمكن بكل بساطة أن يقول لك هذه مصادفة، ولكن هو يخالف عقله، يخالف المنطق، يخالف العقل. كيف يمكن أن يأتي ذكر اسم مريم أول مرة في القرآن تسبقه 19 كلمة، وآخر مرة تتلوه 19 كلمة، ورقم سورة مريم 19؟ هذا الأمر أيها الأحبة لا يمكن أبدا أن يكون قد جاء عن طريق المصادفة، إنما هو بتقدير من العزيز العليم سبحانه وتعالى. الآن أيها الأحبة دعوني
أبحث عن أول آية في القرآن ذكر فيها اسم مريم واسم عيسى. طبعا هي أول آية، يعني إذا بحثنا عن اسم مريم نجد هذه الآية رقم 87 في البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات. إذن أول مرة ذكر فيها اسم مريم في هذه الآية. طيب، أول مرة ذكر فيها اسم عيسى في القرآن أيضا في الآية ذاتها، يعني إذا كتبنا اسم عيسى وبحثنا هنا نخرج بهذه الآية، وإذا كتبنا اسم مريم أيضا الآية ذاتها، انظروا، وبحثنا أيضا يعطيك نفس الآية. إذن أول مرة ذكر في القرآن اسم عيسى في هذه الآية، وأول مرة ذكر اسم مريم في هذه الآية. هذه الآية إذن لها خصوصية، يعني لابد أن نجد أن فيها يعني شيء يقوم على العدد 19. تأملوا كلمات هذه الآية أيها الأحبة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريقا استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. العجيب أيها الأحبة أن هذه الآية تتألف من 33 كلمة، وهو عمر السيد المسيح عندما رفع إلى السماء، وهو العمر الذي يدخل، يعني أهل الجنة يدخلون بعمر عيسى عليه السلام 33 سنة. وجاء عدد كلمات هذه الآية 33 كما نرى، نفس عمر المسيح عليه السلام عندما رفع إلى السماء. طيب، كم حرف هجاء موجود في هذه الآية؟ يعني الله تعالى عندما ركب هذه الآية كم حرفا من حروف اللغة استخدم؟ قلنا إن العدد 19 موجه لأهل الكتاب، فلا بد أن يكون له علاقة بحروف هذه الآية. نلاحظ أيها الأحبة أن عدد الحروف الأبجدية في هذه الآية 19 حرفا. الألف تكررت 23 مرة، الياء 12، الواو 10، الميم 10، اللام 10، التاء 10، وهكذا. لدي 19 حرف. يعني بالله عليكم، هل هذه مصادفة أن الله تبارك وتعالى أول آية ذكر فيها اسم عيسى واسم مريم في القرآن، يعني عدد كلماتها 33 هو نفس عمر عيسى عليه السلام، وعدد الحروف الهجائية التي تألفت منها هذه الآية هو 19 نفس رقم سورة مريم؟ يعني هل هذه مصادفة أم إعجاز يشهد بأن هذا الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى؟ أيها الأحبة، دعوني أتأمل معكم هذه الآية وأختم بها لكي لا أطيل عليكم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم. تأملوا أن المشككين يقولون هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتهمونه بالكذب والعنف والبهتان والازدراء والإرهاب. انظروا إلى عظمة هذا الكلام، كيف تعامل النبي الكريم مع أهل الكتاب، وكيف هم يتعاملون معه، كيف يصف نبيهم. طبعا هذا كلام الله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف هم يصفونه. فقط قارنوا وستصلون إلى الحقيقة. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم، يتحدث هنا عن الأنبياء الكرام عليهم السلام، مصدقا لما بين يديه من التوراة. إذن مصدقا لما بين يديه من التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور
لو كان النبي كما تدعون لكان نسب هذا لنفسه، لماذا ينسبه للمسيح عليه السلام؟ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. إذن النبي يعترف بالإنجيل والتوراة وبعيسى وموسى وكل الأنبياء، أنتم هل تعترفون به؟ وهدى وموعظة للمتقين. هل هذا الكلام فيه ملامح بشرية أيها الأحبة؟ يعني هل إنسان مؤلف يقول وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، هل هذا كلام بشر؟ ألا تلمسون معي التجليات الإلهية، البصمة الإلهية هنا في هذا الكلام؟ إذا لم تقتنعوا بلغة البلاغة والبيان آخذكم إلى لغة الأرقام. هل تعلمون هذه الآية على الرغم من طولها كم حرفا أبجديا فيها؟ يعني الله تعالى عندما أنزلها ركبها من كم حرف؟ حروف اللغة 28. كم حرفا اختار؟ اختار 19 حرفا. انظروا أيها الأحبة، 19 حرفا، نفس رقم سورة مريم، ونفس الرقم الذي خاطب به أهل الكتاب، اختار لهم من بين حروف اللغة 19 حرفا ليخاطبهم بها. هذا إثبات مادي ملموس على أن هذا الكلام ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. هذه تفاصيل الحروف أيها الأحبة. كما تشاهدون عدد الحروف الهجائية أو الأبجدية في هذه الآية 19 حرفا بالضبط. والله إن أي إنسان عاقل لا يملك إلا أن يشهد بأن هذا الكلام هو كلام الله الحق تبارك وتعالى، الذي قال في كتابه العظيم سنريهم آياتنا في الآفاق. والآفاق هنا ليست فقط الكون، بل هناك آفاق للغة الأرقام أيضا، هناك آفاق لعلم الفلك والطب والفيزياء والبحار والجبال، وهناك آفاق للغة الأرقام. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الإله العظيم هو الذي أنزل القرآن، جعله 114 سورة مضاعفات العدد 19 يساوي 19 مضروب في 6. وبدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية 19 حرف. بسم الله الرحمن الرحيم، دعوني أتأكد معكم، هذه الآية عندما نقوم بتحديدها كم حرفا هنا؟ انظروا أيها الأحبة، الحروف 19. بدأ أول آية في القرآن ب19 حرفا، وجعل سوره 114 19 مضروبا في 6. وهذا البناء العظيم القرآن الكريم يقوم أساسا على مجموعة من الأرقام، أحدها الرقم 19. حتى إن الله سبحانه وتعالى تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن. قال سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإله الذي تحدث عن عيسى ابن مريم بالرقم 19 وجعل سورة مريم رقمها 19، وتحدث عن مريم واستخدم 19 حرفا و19 كلمة دائما، هو الذي أنزل هذه الآية تحدى بها الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وجعل عدد الحروف الهجائية فيها 19 أيضا. لاحظوا النسق القرآني، هذه الآية أيها الأحبة تتركب من 19 حرفا هجائيا، يعني من حروف اللغة استخدم الله 19 حرف بالضبط، ليدلك على أن قائل تلك الآية هو قائل هذه الآية، وأن هذا القرآن
محفوظ برعاية الله الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.